فيلم ذا جيفر. بعد كارثة كبيرة حصلت للعالم، بيعيد العالم تنظيم نفسه تاني فهيئة مجتمعات الأبيض والأسود. المجتمعات دي بيحكمها الشيوخ، وبتكون رئيسة الشيوخ واحدة ست، وعشان يعيشوا في سلام ويتجنبوا الكارثة دي تاني، خلوا الناس كلهم متساويين وشالوا معايير وثوابت كتير من الحياة نفسها. وده معناه إن في العالم كله مفهوش حاجة اسمها لون، بشرة أو عيلة أو دين، كل الناس متساويين في كل حاجة. شالوا من الحياة الحروب والألم والحزن، وبرضو شالوا المشاعر والحرية والفرح. وعشان يستمر النظام بتاعهم اللي حطوه ده، منعوا الكذب نهائيا، دول كمان منعوا الرغبة الجنسية والتكاثر، واستخدموا مكانهم الهندسة الوراثية. وبمجرد ما الطفل بيوصل سن ال 18 بياخد وظيفته في المجتمع. قبل حفلة التخرج بيوم واحد، جوناس اللي عنده 18 سنة بيكون راكب العجلة بتاعته مع أقرب أصحابه فيونا وأشر، وبيكونوا رايحين مركز الرعاية عشان يقضوا آخر يوم ليهم في التدريب هناك. وبيكون جوناس خايف جدا من الوظيفة اللي هيتكلف بيها، أما فيونا فكان نفسها إنها تشتغل في مركز الرعاية بتاع الأطفال. جوناس بيكون مختلف عن الناس العادية، لأنه ساعات بيشوف ألوان محدش بيشوفها غيره. وبيوصلوا مركز الرعاية اللي بيشتغل فيه أبوه، اللي بيكون في إيده طفل غير مؤكد، وده بيكون طفل لسه ما تخصصلوش عيلة عشان تتبناه. وبيبتدي الطفل ده يصرخ، بس فيونا بتلعبه عشان يهدى، وأبو جوناس بيقول له اهدى يا جبريال. فبيستغرب جوناس وبيقول له انه ما ينفعش يسمي طفل غير مؤكد، وبيرد عليه ابوه بيقول له ان الطفل بيهدى لما بيسمع اسمه. وبيبص بعدها جوناس لفيونا وبيلاقي ان شعرها لونه احمر، وبيفتكر انه بيتهيأ له وبيكمل شغله عادي. في اخر اليوم بيروح الثلاث اصحاب للنافوره وبيتكلموا عن التخرج، وبيعدوا بعض انهم مهما كانت وظايفهم اللي هياخدوها مش هيتفرقوا وهيفضلوا اصحاب. وبالليل جوناس بيتعشى مع عيلته، واللي بتكون مع ابوه وامه واخته الصغيره ليلي، بيعترف لهم انه قلقان من الوظيفه اللي هياخدها. وامه بتطمنه وبتقوله ان الشيوخ ما بيغلطوش، لانهم كانوا بيراقبوه من وهو طفل، واكيد هيختاروا له الوظيفه المناسبه ليه. تاني يوم الصبح بيكون يوم التخرج، وبتظهر رئيسه الشيوخ في صوره ثلاثيه الابعاد، وبتبدا الحفله بتقديم الناس اللي سنهم عدى الحد المسموح، الناس الخارجه على المعاش يعني، ودول هيتم اطلاق سراحهم في مكان تاني. بعدها بيتخصص الاطفال المؤكدين حديث الولاده لامهاتهم، وبعدها بيطلع الاطفال اللي وصلوا التسع سنين، ودول بيتكرموا في حدث اسمه نص التخرج، وبياخدوا فيه عجله واللي بتكون رمز استقلالهم ومسؤوليتهم. بعدها بيطلع الخريجين، ودول اللي وصلوا 18 سنه، ودول بيتعينوا في الوظائف الفاضيه مكان الناس اللي خرجت على المعاش. وزي المتوقع فيونا بتاخد وظيفتها في مركز الرعايه كمربيه اطفال، واشر بيبقى طيار. ولما جه دور جوناس اسمه ما تناداش، وده قلقه اكتر. ولما بيخلصوا ال 150 طالب، بتتكلم رئيسه الشيوخ وبتقول طبعا انتوا فاكرين اننا غلطنا ونسينا وظيفه جوناس، بس الشيوخ ما بيغلطوش، احنا اخترنا المره دي بحرص عشان ما يحصلش زي اللي حصل المره اللي فاتت، وسيبنا جوناس للاخر لانه خد اهم وظيفه في مجتمعنا، وده بسبب ذكائه وشجاعته وبعد نظره. جوناس خد وظيفه ذا جيفر، يعني اصبح مستقبل الذكريات الجديد، وبيهتف كل اللي في الحفله باسمه دليل على اهميه الوظيفه دي. وبعد الحفله جوناس بيسال ابوه هي رئيسه الشيوخ كان قصدها ايه لما قالت ما يحصلش زي المره اللي فاتت، هو ايه اللي حصل بالظبط؟ بس امه قطعت كلامهم وسكتتهم. وبنشوف بعد كده جوناس في اوضته وهو بيشغل شريحه التعليمات بتاعت وظيفته الجديده، ومن دلوقتي سقط من عليه قانون الاسئله، وبقى مسموح له يسال اي اسئله هو عايزها، وانه لازم يسمع كل الكلام اللي هيقوله مستقبل الذكريات الحالي ويفهمه كويس، ويرجع البيت فورا بعد ما يخلص تدريبه، وما يتكلمش مع اي حد عن تدريباته، وما ياخدش اي ادويه غير حقنه الصبح بس. وفي أول يوم ليه بيلبس جوناس لبس الوظيفة الجديد، وبيركب العجلة بتاعته وبيروح لبيت على الحافة، وبيدخل البيت. وبما أنه المستقبل الجديد للذكريات ده، بيخلي المستقبل القديم يبقى اسمه المانح، بيقعد المانح ده على الكرسي بتاعه، وبيخلي جوناس يقعد قصاده، وبيقول له كل الناس في المجتمع بتاعنا ما عندهمش أي ذكريات عن الماضي إلا واحد بس، الواحد ده هو مستقبل الذكريات، واحنا شغلانتنا اننا نقدم النصيحه للشيوخ في الازمات الكبيره. ودلوقتي وبعد ما بقيت انت مستقبل الذكريات الجديد، فانا اهديك كل الذكريات اللي اعرفها وهبقى المانح ليك. وبيشوف جوناس علامه في ايد المانح وهو بيقرب منه، والمانح بيشوف كمان نفس العلامه على ايد جوناس وهو بيكشف ايده. واول ما المانح بيمسك ايده، بيدخل جوناس عالم جديد ما شافوش قبل كده، الجو بارد جدا وحواليه حاجات بيضاء، وبيعرف ان اسمها التلج. بيشوف بعدها زلاجة وركبها ومشي بيها لحد ما بيوصل عند البيت، البيت ده كان فيه ناس طبيعيين بيغنوا أغنية الكريسماس. وبعدها بيرجع جوناس لبيت المانح، وبيقول له المانح انه هيعلمه يعني ايه مشاعر في الوقت المناسب، ده غير الحاجات الكتير اللي هيعلمها له، وان لسه الطريق طويل قدامه. بالليل ام جوناس بتسال عن تدريباته، وبتلاحظ انه مش على طبيعته، وبيدخل ابوه عليهم البيت وهو شايل الطفل جبريال، وبيقول لهم انه جابه هنا علشان يساعده انه يكبر ويتطور ويبقى طفل مؤكد. وبيشوف جوناس بعدها نفس العلامه على ايد جبريال، وبيعرف ان الطفل ده هيبقى حافظ الذكريات بعدين. في اليوم اللي بعده بيروح جوناس للمانح وبيعلمه يعني ايه الوان،
وبيقول له جوناس ان اول لون شافه كان اللون الاحمر لون شعر فيونا، وبيقول له المانح يا بختك انا اول لون شفته كان الاصفر لون نحلة قرصتني، وبيمسك ايده تاني وبيشوف جوناس الوان كتير في السماء، وبيعرفه المانح ان ده اسمه الغروب. ولما بيفتح جوناس عينه بيبتدي يشوف الالوان اللي شافها في الغروب بشكل طبيعي في الاوضه، وكل ما اتعلم اكتر عن الالوان كل ما شاف الوان اكتر. وبيقول له المانح ان الشيوخ قرروا يتخلصوا من الالوان لانها بتشجع الحسد، وبيبص جوناس من شباك الاوضه على حافه الجبل وبيلاحظ ان الضباب بدا يخف شويه وبيشوف شجره، وبيستغرب جدا لان الشيوخ قالوا للناس ان مفيش حاجه بعد الضباب. تاني يوم الصبح فيونا بتشوف جوناس وهو نايم على العشب وبيتفرج على السماء ومستمتع بالوانها، بس فيونا ما بتعرفش تشوف الالوان فبيمسك جوناس ايديها وبيحاول ينقلها ذكرياته، بس بيفشل في ده وبيشوفهم قشر وهم ماسكين ايدين بعض، وبيقول لهم انتوا بتعملوا ايه ده ضد القانون. وبترد عليه فيونا وبتقول له ان جوناس كان بيوريها شويه من تدريباته، وبيقول لهم بعدها قشر انهم ممكن ييجوا معاه الشغل ويشوفوا الطيارات وهي بتطير، وبيوافقوا فعلا وبيروحوا معاه. وهناك بيقول لهم قشر ان شاف مجتمعات تانية شبه مجتمعاتهم، وشاف كمان صخرتين شبه المثلث، وبيسألوه ايه اللي بعد المثلث ده، فبيرد عليهم وبيقول لهم انه ما يعرفش عشان مش مسموح له يطير ابعد من كده. وبعدها قشر بيسأل جوناس عن الوظيفة بتاعته، بس جوناس بيغير الموضوع وما بيقولش حاجة، وبيمسك بعدها هو وفيونا حاجة زي الصينية كده وبيتزحلقوا لحد ما بيوصلوا لتحت وبيقعوا على العجب وبيموتوا ضحك. وبعدها بيمسك ايد فيونا تاني وبيساعدها انها تقوم، وبتشوفهم كاميرات المراقبة، وبيتكلم حد في الميكروفون وبيقول لهم انه مش من الادب ابدا ان حد يلمس حد تاني بره افراد عيلته. وبعدها رئيسة الشيوخ بتقابل المانح وسألته عن تدريبات جوناس، وكمان بتقول له احنا قفشنا جوناس بيشارك تدريباته مع اصحابه، وبيرد عليها المانح ان مفيش داعي للقلق لان هو نفسه عمل كده وهو في نفس سنه، وبتحذره بعدها ما يستعجلش في تدريباته ليه عشان ما يحصلش معاه زي ما حصل مع اخر مستقبل ذكريات. فبيتضايق المانح وبيقول لها على فكره المستقبل اللي فات ده كان ليه اسم. بعدها في نفس اليوم المانح بيدي جوناس شويه كتب يقراهم، وبتقع من وسطهم خريطه، الخريطه دي هي خريطه العالم اللي هم عايشين فيه، بس بيكون حواليه حواجز كبيره جدا اسمها حواجز الذكريات. وبيعرف جوناس ان لو واحد فيهم المانح او جوناس عدى الحواجز دي فالذكريات بتاعتهم هتتحرر وهتتنقل للعالم كله. وبياخدوا المانح بعدها البدروم وبيوريه بيانو، وبيبدأ يعلمه يعني ايه مزيكا وازاي تقدر تحرك المشاعر، وبيقول لجوناس ان الحقنة اللي بياخدوها الصبح بتمنع احساسهم بالمشاعر. وبيمسك بعدها ايد جوناس وبينقله ذكرى جديدة، بيشوف جوناس نفسه في وسط زفاف مليان اكل ومزيكا ورقص، ولما بيفوق بيحس بمشاعر كتير ما جربهاش قبل كده. ولما جوناس بيروح بعد التمرين بيمسك ايد اخته ليلي وبيرقص معاها وبيدندن المزيكا ببقه، وبيشوفهم ابوه وامه وبيكونوا متضايقين من اللي هم شايفينه. وفجأة بيجي لهم اتصال ثلاثي الابعاد من رئيسة الشيوخ، وبتطلب منهم يسيبوها هي وجوناس لوحدهم عشان عايزة تتكلم معاه شوية، وبتسأله عن تدريباته وبتقول له عامل ايه فيها، بس بيكذب عليها جوناس وبيقول لها ان المانح ما بيعلموش اي حاجة، كل اللي بيعملوه انه بيروح يقعد قدامه على الكرسي ويتكلموا لحد نهاية اليوم وبيروح بعدها، وبيتكرر اليوم من تاني وبتنتهي المكالمة على كده. تاني يوم الصبح وهو خارج للتدريب بياخد تفاحة وبيضرب حقنة الصبح فيها كأنه خدها يعني، وأول ما بيمشي بتكلم رئيسة الشيوخ أمه وبتقول لها تاخد بالها شوية من ابنها وتصرفاته. على مدار الأيام المانح كان بيعلم جوناس كل حاجة عن العالم القديم، وكان بيشارك معاه ذكريات كتير عن ناس وحضارات وأديان مختلفة، وحكاله كمان عن الحيوانات اللي كانت موجودة بس دلوقتي انقرضت، ووراله كل الأحداث التاريخية المهمة في العالم القديم. وجوناس كان مبسوط ومتحمس جدا للي كان بيتعلمه، وكل ما كان بيتعلم حاجة ما كانش بيشبع، كان عايز أكتر وأكتر، ماشي بمبدأ البحر يحب الزيادة، وحب العالم القديم أكتر من اللي هو عايش فيه، وكان شايف إنه متكامل أكتر. في يوم من الأيام المانح شاف إن جوناس خلاص بقى مستعد يحس بالألم، مسك إيده ووراله مشهد لصيادين بيقتلوا فيل، وأول ما جوناس بيفوق بيلاقي نفسه بيبكي. المانح هداه بالراحة وفكره إنه لسه قدامه الطريق طويل وفي حاجات أسوأ من كده هيقابلها مع الوقت. وبالليل جوناس ما بيعرفش ينام وبيدخل أوضة جبريال وبيلعبه شوية وبيحكي له عن الحيوانات وبيجرب يوري له ذكرى عنها، وبينجح فعلا في ده. وجبريال بيبتدي يضحك وبيشوف جوناس فيونا من الشباك وبيدخل ينام بعدها، وبيحلم بفيونا انهم كانوا في نفس الفرح اللي شافوا قبل كده وكانوا بيبوسوا بعض. وتاني يوم جوناس بيقول للمانح عن الحلم اللي حلم بيه، وبيقول له المانح ان الحلم عبارة عن خليط بين الواقع والخيال، وبيكملوا بيعرفوا ان اللي حسوا تجاه فيونا ده اسمه الحب، بس الشيوخ شالوا الحب من الناس والمشاعر التانية، وبكده فيونا عمرها ما هتحس بيه. وتاني يوم جوناس بيقابل فيونا بالعجلة وبتسأله فيونا انت عامل ايه في تدريباتك، وبيتردد انه يقول لها ولا لا، وكمان بيكون متلخبط جدا من الاحساس الجديد اللي حسه ناحيتها. ولما بيرجع بيته بيسأل عيلته عن الحب، بس ما حدش فيهم اداله اجابة مفيدة لانهم مش عارفين اصلا يعني ايه حب. وبيروح بعدها لجبريال وبيلعبه وبيقول له انه بيحبه وبينقله شوية ذكريات سعيدة، وبعدها بينام.
وتاني يوم لما بيروح التدريب بيلاقي المانح واقع على الأرض، وأول ما بيوصل له عشان يساعده بيمسك إيده وبيشوف اللي هو شايفه، وبيلاقي جوناس نفسه في وسط معركة وصاحبه بيكون واقع جنبه وبينزف من صدره، وبيلاقي نفسه بيضرب نار على العدو وبيقتلهم، وبيفوق جوناس بعدها وبيحس برعب شديد جدا لأنه جرب لأول مرة ألم الفقد والأذى. وبيهرب جوناس من المانح وبيقول له المانح انه ما كانش المفروض يشوف ده الا بعد سنين من التدريب، بس ما بيسمعلوش جوناس وبيقرر يهرب ويستقيل من الوظيفة دي. الموقف ده بيفكر المانح بمستقبل الذكريات اللي كان قبل جوناس، روز ماري، وبيشوف المانح ذكرى ليه وهو بيبكي وروز ماري بتبعد عنه. وفي نفس الوقت جوناس بيقابل أشر وبيلاحظ انه بيتصرف بشكل غريب. جوناس بيكون تايه جدا وبيوصل للاطفال وهم بيلعبوا، وبتجيله فيونا وبتساله مالك وما بيعرفش يخبي عنها، وبيقول لها انه عايز يسيب الشغل بتاعه وانه ما بقاش ياخد الحقن بتاعته تاني، وطلب منها انها ما تاخدهاش هي كمان، وساعتها هتحس باللي هو حاسه. فيونا بتعتبره مجنون انه عايز يسيب وظيفته وبتطلب منه يرجع الشغل بكره، وقصاد كده هي مش هتاخد الحقنه. وبيرجع فعلا جوناس للمانح وبيلاقيه بيعرض ذكرى ثلاثيه الابعاد عن روز ماري، وبيكتشف انها بنته وانها اتحالت عليه بعد شهرين تدريب بس تجرب الالم، وكانت شايفه انها جاهزه. وبعدها بيوريها المانح ذكرى ام فقدت طفلها، بس لسوء الحظ الذكرى كانت صعبه جدا عليها فما بتقدرش تتحملها، وبتروح للشيوخ عشان يطلقوا سراحها. وبيقول له جوناس ان الموضوع مش وحش قوي كده طالما هي عايشه في مكان تاني، وبيقرر المانح يوريه معنى اطلاق السراح، وبيوريه فيديو ثلاثي الابعاد لعمليه اطلاق السراح، وبيشوف ابوه وهو بياخد طفل غير مؤكد وبيموته بحقنه في دماغه، وبيترعب جوناس وهو شايف الطفل بيموت قدام عينيه. وبيكلمه المانح وبيقول له ان ابوه ما يعرفش هو بيعمل ايه لانه مش فاهم انه كده بيقتل الطفل، وبيعرف ان مجتمعه ما كافحش القتل والجريمه، هم غيروا اسمها بس. وبيتعصب جوناس جدا من اللي بيحصل، وبيقول للمانح هو ليه ما عملش حاجه عشان يوقف ده، ورد عليه انهم كده كده مش بيحسوا. بعد التدريب جوناس طلع يجري على النافوره، وهناك قابل فيونا وقالت له انها ما خدتش الحقنه بتاعتها، وبيمسك بعدها بايديها وبيسالها هي حاسه بايه، وبيديها واحده على الماشي، والاتنين بيحسوا باحساس حلو اول مره يجربوه، وبيمشي هما الاتنين بعدها. اول ما بيدخل البيت اهله بيكونوا قاعدين يتعشوا، بس جوناس ما بيقعدش يتعشى معاهم، وده بيقلق والدته جدا، وبيبص على كرسي جبريال وبيلاقيه فاضي، وبيقول له ابوه ان جبريال ما وصلش للوزن المناسب في النمو وانه هيتم اطلاق سراحه. بعد ما جوناس بيسمع الكلام ده بيطلع اوضته جري وبيجهز شنطته وبيهرب من الشباك، وبيقابله اشر وبيقول له ان الحظر ابتدى وما ينفعش يخرج دلوقتي، وبيحاول يمنع جوناس انه يهرب، بس جوناس بيديله بالبوكس في مناخيره، وبيركب العجله بتاعته وبيطير على بيت المانح. اول ما بيوصل بيحكي له اللي حصل وبيطلب مساعدته، والمانح بيكون مبسوط جدا بيه، وبيحطوا خطه مع بعض وبيقول له انت هتاخد جبريال وتهرب باقصى سرعه وتحاول توصل عن طريق الخريطه دي لحدود الذكريات، واول ما تعديها الذكريات اللي معاك كلها هتتحرك وهيرجع الناس لطبيعتهم الاول وهيحسوا من تاني. وبيقول له جوناس لما انت فلحوس قوي كده وعندك خطه ما نفذتهاش من زمان ليه؟ فبيقول له المانح انا كنت مستني شاب ذكي زيك كده عشان يساعدني. في نفس الوقت بتروح ام جوناس وبتفتن عليه للشيوخ، واشر هو كمان بيكون بلغ عنه قبلها، صحيح الضربه ما بتجيش الا من اقرب الناس، وبيعرضوا تحركات جوناس وبيتوقعوا انه في بيت المانح. وبتظهر صوره ثلاثيه الابعاد لرئيسه الشيوخ في بيت المانح، وبيديله المانح خريطه بسرعه وبينقله ذكرى اخيره عشان تديله الشجاعه، وبيركب جوناس عجلته بعدها وبيطلع يجري على مركز الرعايه، وبيقابل فيونا هناك وبيحكي لها على كل حاجه، فبتساعده وبتاخده بعدها للاوضه اللي فيها جبريال وبقيه الاطفال غير المؤكدين. وفي نفس الوقت بتيجي الشرطه قدام مركز الرعايه، وبيقول جوناس لفيونا انه هياخد جبريال ويهرب، وبيطلب منها تيجي معاه بس بترفض وقالت له انها مش هتقدر تسيب عيلتها وتمشي. وقبل ما يمشي جوناس بيوعدها انه هيرجع عشانها، وبيديها واحده على المشي برضه. بيلاقوا ان الشرطه خلاص حصرتهم، فبتاخد فيونا سرير اطفال فاضي وبتجري الشرطه وراها لحد ما جوناس يعرف يهرب، وبينجح جوناس انه يهرب وبياخد موتوسيكل من بتاع الشرطه وبيسوقوا طيران ناحيه الحافه والشرطه بتجري وراه. وبيقرب جوناس من الحافه وبياخد نفس عميق وبينط من فوقها وبيختفي في الضباب، والحسن الحظ ما بيقعش وبيكمل طريقه. بما ان جوناس خرج بره حدود المجتمع الشيوخ ما قدروش يعرفوا مكانه، وقبضوا على اشر وفيون عشان يحققوا معاهم، وبيعرفوا من تفريغ الكاميرات خطه جوناس وبيقبضوا على المانح، وبيفوق المانح عشان يلاقي نفسه في السجن مع فيونا، وبيكون الشيوخ عاملين جنازه لجوناس على انه مات يعني عشان يتجنبوا اسئله اهله واللي يعرفوه. بتقابل رئيسه الشيوخ اشر بعدها وبتقول له ان جوناس غالبا عايش، وبتكلفه بمهمه سريه وهي انه يمسكه ويتخلص منه. وبيقبل اشر المهمه بس بيحس باحساس غريب لان جوناس اعز اصدقائه. بعدها بنشوف جوناس بيسيب الموتوسيكل عشان بطاريته فديت وبيكمل طريقه ماشي، وبتظهر طياره اشر فوقه وبيتحايل عليه جوناس انه يثق فيه ويسيبه يهرب، بس اشر ما بيسمعلوش وبيمسكه بشعاعه وبيرفعه لفوق وبيطير بيه فوق نهره وبيرميه فيه لانه مش عايز يقتل صاحبه، وبيستناه لحد ما يظهر فوق الميه ويتاكد انه عايش وبيسيبه وبيمشي.
وبعدها بتتصل كبيرة الشيوخ بأشر عشان تعرف عمل إيه، بس أشر بيكذب عليها الأول مرة وبيقول لها إن جوناس مات، وبيخرج بعدها جوناس وجبريال من المية وبيكملوا رحلتهم لحدود الذكريات، ومع إنه كان هيموت ويستسلم بس بيكمل عشان يرجع لفيونا وينقذها. وفي الوقت نفسه بتدخل أم جوناس على فيونا وبتقول لها إنها خلصت كل الأوراق والترتيبات لإطلاق سراحها، وفيونا بتقول لها إنها دلوقتي فهمت إيه اللي جوناس كان بيتكلم عليه، وبتقول لها إنها حست حاجات ما حستهاش قبل كده، وإنها عارفة إن الحياة أحسن من الحياة الكئيبة اللي هم عايشينها دي. وبنرجع لجوناس وجبريال اللي قدروا يوصلوا للجبال التلجية، والجو بيكون صعب جدا عليهم، وبيفتح جوناس الخريطة، الخريطة بتقول إن البرج قريب جدا من هنا، وبيكمل جوناس طريقه وبيدور على البرج. وبنروح بعدها لفيونا اللي بياخدوها للأوضة اللي هيطلقوا سراحها فيه، أو معنى أصح اللي هيعدموها فيها، وبيقعد المانح في الجهة التانية من الأوضة مع الشيوخ، وبيبتدي يتحايل عليهم إنهم يوقفوا الهبل اللي بيعملوه ده ويحرروا الناس من السجن اللي هم معيشينهم فيه. وبترد عليه رئيسة الشيوخ وبتقول له إذا كنت فاكر إن الحب هو طريق للخير فأنت غلطان، الحب هو بداية كل شيء غلط، الحب بيتحول لشغف والشغف لاحتقار ويوصل الناس في الآخر للقتل، الناس بتبعهم ضعاف وأنانيين، أنت أكتر واحد عارف الكلام ده، وإن الناس لما يتخيروا بين طريقين دايما بيختاروا طريق الشر. وبنروح لجوناس اللي أغمى عليه من البرد وهو حاضن جبريال، وبيفوق على تلج بينزل على وشه، وبيشوف نفس الزلاجة اللي شافها قبل كده في ذاكرته، وبيركبها وبيتزحلق بيها على التلج، وأخيرا بيلاقي البرج وبيعدي حدود الذكريات، وبتتحرر كل الذكريات في اللحظة الأخيرة قبل ما أبوه يقتل فيونا. لما الزلاجة بتقف وبيوصل جوناس لآخر الجبل بيشوف البيت اللي شافه في أحلامه، وبيفرح جدا إن البيت حقيقي فعلا، وبيعرف إنه نجح أخيرا في مهمته وإن فيونا كويسة وبخير، وبيكون فرحان جدا إنه هيشوف حبيبته تاني قريب. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا. لو عندكم اقتراحات لأفلام بتحبوها قولولي في التعليقات، وشكرا على المشاهدة وسلام يا صديقي.